نجح أشرف في الاختبار، فأصبح طفل ضمن كتاكيت مدريد قبل أن يتم إقحامه بفرق شباب لا فابريكا. يما خوار في البداية أشرف كان مهاجم وكان واخد كريم بنزيما كقدوة، لكن سرعان ما تم تحويله الظاهر، الشي اللي خلاه يميل للبرازيلي مارسيلو. السرعة والموهبة زائد الاندبار ثم كفاح الأبوين اللي كانوا حريصين أنه أشرف يحضر في جميع التدريب رغم بعد المسافة، خلاه يتسلق الدرجات ويتم إقحامه للتشكيل الرسمي للكاستيا، الفريق الاحتياطي الريال مدريد واللي كيمارس في الدرجة الثالثة. فشارك في عدة بطولات أهمها بطولة أوروبا للشباب، فالمستوى الكبير دياله والطراوة البدنية خلاه مدرب الفريق الأول. أسطورة زين الدين زيدان ينادي عليه الاستعداد رفقة نجوم العالم بالولايات المتحدة الأمريكية، ولعب أول مقابلة ضد نادي باريس سان جيرمان كأول عربي ومغربي يلعب بالفريق الأول للنادي الملكي. وراها غادي يرجع للفريق الرديف وغادي يتسنى حتى لبداية موسم 2017. فبعد الكشف على إصابة داني كارفاخال أحد أفضل الأظهرة اليمنى في العالم، مرض نادر على مستوى القلب خلى زيدان يكون مجبر في الاعتماد على أشرف كأساسي ضد فريق إسبانيول، فرصة اللي انقد عليها حكيمي ودخل بكل ثقة وحماس. In the defense, 18-year-old youth product Ashraf Hakimi makes his La Liga debut in place of Dani Carvajal. بعدها ب 11 يوم غادي يتم استدعائه للمنتخب المغربي لأول مرة، دخل كبديل في مباراة ودية ضد المنتخب الكندي. اللاعب مع المنتخب اللي كان حلم عند أشرف من الصغر كما سبق الذكر في بداية الحلقة. من كنت صغير دائما بغيت نجي هنا في المنتخب، ومن غوت لي المرة الأولى قلت صافي نمشي معاهم. وسجل أول هدف ليه مع المنتخب في أول مشاركة رسمية ضد المنتخب المالي برسم إقصائيات كأس العالم 2018. لحكيم زياش صانع ألعاب. نتابع 4 أهداف وبالتمام والكمال، وإلى حدود الدقيقة 72 الهدف الرابع. فأنهى أشرف موسم 2017 فوز بكأس العالم للأندية ثم السوبر كوب الإسباني والأوروبي ليأتي التتويج الأكبر عصبة الأبطال واللي لعب فيها مباراتين ضد توتنهام الإنجليزي، وكان ثاني لاعب عربي يفوز بأهم لقبات كأس العالم. هذا من بعد مشى لمدريد، ولكن مدريد راني زين ديه من 4:30.